طيب لكن بقى الفكره في لعيبه ممكن ما كانش واخده فرص في ناديها وجت لعبت في النادي الاهلي وعملت تاريخ وخدت بطولات وراحت لعبت كاس عالم انديه والامثله كتير. ليه دايما البعض في الفتره الحاليه ممكن نقول فتره فراغ، ليه دايما البعض بيحاول يدخل الاهلي في جمله مفيده؟ او ليه البعض بيحاول يقول انا مثلا ما كنتش محظوظ او ندمت اللي لعبت في الاهلي؟ ليه البعض بيحاول ما يحطش مكانه الاهلي او مكانه النادي في الاطار اللي هو شافه ان المكانه دي والتاريخ ده سمح له انه يعمل مكانه وتاريخ وبطولات في فتره وجيزه؟ بص يا محمد، اي كلام هيقوله اي حد على النادي الاهلي او على الانديه الكبيره لن ينقص من النادي الاهلي شيء، هو بينقص من نفس من قال هذا. انا قلت لك الاسبوع اللي فات طول الوقت انت في اول الطابور، اي حد في ظهرك هيضطر يضربك عشان يبقى انا رايح للاول، انت الاول، فاي حد في ظهرك يعني كلامه او تصريحاته او لا تعنيك في شيء، لانه هيقعد يقول انا ندمت. ولما انت هتروح الناحيه الثانيه هتلاقي لعيبه كبار جدا جدا مشوا من النادي الاهلي وبيقولوا ان احنا ندمنا على ان احنا مشينا من النادي الاهلي. يعني امثله كتيره مش عايز اضرب لان لو ضربنا اسم هنا هنقول الاسم الثاني اللي قال، فالحقيقه الموضوع مش هنقعد نقول ده قال وده قال، بس هتلاقي لعيبه كبيره جدا كبار لما مشوا من النادي الاهلي هيقولوا ان احنا ندمنا وقالوا ان احنا لما رحنا حته تانية ندمنا. فالحقيقه كل واحد حر في اللي هو يقوله، هل ده هينقص من النادي الاهلي حاجه؟ هل ده يشيل من تاريخه ومكانه النادي الاهلي؟ لا هيشيل من تاريخه ومكانه النادي الاهلي، ولا هيقلل من بطولات النادي الاهلي، ولا اللي جه ده عمل اي حد لعب في النادي الاهلي الاهلي هيضاف له، اي حد عدى من قدام سور النادي الاهلي في الجزيره النادي الاهلي اضاف له، كفايه انه لبس تيشيرت النادي الاهلي. في لعيبه دخلت الاهلي وخرجت ما لعبتش 90 دقيقه وخدت بطولات اكتر من انديه تانية. فالحقيقه وجوده داخل جدران النادي الاهلي في الجزيره هو الاضافه وليس الاضافه ليه وليس اضافه للنادي الاهلي. الاهلي ما حدش بيضيف له، الاهلي في سنه 85 اوقف فريق كامل ولعب بفريق تحت 19 سنه وكسب الزمالك في الكاس 3-2 وكمل بطوله بالسبعه الكبار، ضم سبعه من اللعيبه اللي كانت موقوفه وكمل وخد البطوله في الاخر وما ما حصلش حاجه. فالحقيقه الاهلي واخد على ده يعني عمر ما كلام اي حد بيأثر في النادي الاهلي.